اللي عنده علاقه بفريق الرجاء الرياضي، كان جماهير الرجاء كتكلم كيقولوا دائما بانهم غايبين على الدواليب ديال القرار العصبه الاحترافيه او الجامعه الملكيه لكره القدم، ودائما كيتكلموا بالمنطق ديال انهم يعني كيتظلموا في البرمجه وفي مجموعه من الامور. الان هذا عهد جديد غيتبدا، كاين مكتب جديد اكيد غيكون بالرئاسه ديالكم. الا يمكن تعطينا اولا علاقه ديالك بالرئيس الجديد لفريق الرجاء عبد العزيز بدراوي، واش غيكون ضمن المكتب ديالكم حتى باش يمثل يعني للفريق ديالو؟ تفضل السي عبد السلام. السي حسناوي، هذه نقطة من بين النقاط اللي شخصيا أولي اهتمام خاص، واللي فعلا كما قلتي عشنا اللي دابا ثلاثة المواسم تقريبا عشنا فيها هذا النوع ديال المناوشات، عشنا فيها بعض المغالطات، لأن الإخوان ديال الرجاء ولا الجماهير ديال الرجاء الرياضي تيبنيو على بعض المغالطات في بعض الأحيان، تيحسوا بعض كيقولوا هما أنه ظلم أو تعدوا على 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 مصالح ديال الرجاء، في حين حنا كنفيو هذا الشيء. لكن اليوم أنا تنروين كذلك نحمل المسؤولية للرجاء، راه الناس الرجاء ما بغاوش يدخلوا العصبة في المكتب السابق، الناس اللي كانوا في الرجاء آنذاك حضروا الجمع العام وقاطعوا أعمال الجمع العام ديال العصبة. العصبة لم ترفض في يوم من الأيام ممثلين عن الرجاء، ولكن الرجاء هما اللي رفضوا. اليوم أمام هذا الشيء اللي وقع ما يمكنش نخليو هذا الوضع يستمر بهذا الشكل نهائيا، هذه قناعة ذاتية وقناعة ديال الجميع. اليوم العلاقة مع السيد رئيس السي بدراوي رئيس الرجاء علاقة طيبة، اللي ذكرت معاه نقول لك لا أخفيك سرا بأنه يالله تسمعني ياك؟ اسمعك السي بدراوي، تفضل السي خلينا عند سي بدراوي نيت. لك بالفعل انا الله اتصلت مع السي بدراوي وقلت له راني في مشاورات ديال اعداد اللائحه. السي بدراوي راه المكانه ديالكم كاينه في اللائحه، قال لي انا راني علمت مسبقا وبشكل علني منذ اول خرجت الاعلاميه ديالي على ان سياسه كرسي الفارغ لن تنهجها الرجاء من الانف صاعدا، فانا كاين في اللائحه وتنطلب باش نكون في اللائحه، باش نكون نشارك في دواليب تسير ونكون على علم من الداخل. نعم، اذا هذه كذلك فريق الرجاء الرياضي.